راه خدام شو كيقول لك 6 مليون 5 4 ما عنديش عباد الله وما عنديش عباد الله وما عنديش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو اللي غادي نتكلم على الدكتور التازي، ما هو الجديد وشنو قال القاضي التحقيق في هذه القضيه واللي تبتات عليه. مهم بزاف ديال الناس لحد الان راه مازال مصدومين وكيقول لك لا يعقل. هادو غيكون واحد العصابه اللي حاسداه والغيره هي اللي دايره هادشي، خصوصا فاش كنحط واحد المقال في الصفحه ديالو فيسبوك وكيقول بان داكشي كله غير كذوب. لكن هذاك الصفحه اخوتي كان سبق لي وتكلمت على داك المقال اللي كان تحط بان راه لا يعقل بان زعما الدكتور تازي تم الاعتقال ديالو. هادشي حنا كنقولوه راه دائما كيكون واحد المانجر اللي كيكون هو اللي كيسير اما القناه اما اي صفحه كيسيرها، ويقدر هو تفاهم معاه وقال لي صافي كتب اي حاجه باش الناس ما تاخذش عليا واحد النظره. وهادشي ماشي حنا خوتي اللي كنقولوه، بان راه قاضي التحقيق هو اللي ثبت عليه بان بالفعل كيتاجر في البشر. جنايات الاتجار بالبشر باستدراج اشخاص واستغلال حاله ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام باعمال اجراميه النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نيه بواسطه عصابه اجراميه وعن طريق تعدد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنه يعانون من المرض والجنحه للاستفاده، وكذلك حتى الزوجه ديالو والاخ ديالو اللي كيصوروا الناس بدون موافقه وكيستغلوهم وكيقولوا لهم بكيو وشكيو وحنا راه غادي نعاونكم بالعمليه من جيبنا. هذيك العمليه كتكون تقريبا 3 مليون ولا 4 نقولوا حنا حتى 8 مليون، لكن هما كيقولوا هذاك اللي كيواجهوا بالكاميرا وكيصوروا كيقول المحسنين عاونوني لله يا محسنين. هاد العمليه عفوا راه تقريبا 20 مليون او 24 مليون اي حاجه. وهذيك الزوجه تبارك الله عليها كما كنقول اللي كتدخل في النهار 20 مليون، وهادشي راه تبتات عليه لان ماشي حنا اللي كنقولوا، جميع الصفحات الاعلاميين كلشي كيقول هذا الكلام بان راه بالفعل صحيح. المهم حنا غادي نتكلموا على الدكتور تازي. حنا بالفعل فعلا تصدمنا فيه وجاتنا شي حاجه لي بيزار، لان هاد السيد هو الصلاه والدين والقيام ويعني بزاف ديال المسائل اللي كنشوفوه كيديرها. لكن راه بعد نوبه اخوتي كنلقاو شي زوجات الله يحضر السلامه فيهم وصافي، والله العظيم ما كيقنعوش نهائيا. عرفت اش غدير؟ غادي تقترح عليه مثلا هادشي اللي حنا كنشوفو ديال النصب والاحتيال، وانت راك دكتور زعما معروف ومشهور وهذا، راه حتى الناس المحسنين غادي يوقفوا معاك وغادي يساعدوك، غادي عفوا سمحوا ليا، وغادي يصيفطوا الناس هاد الاثمنه ديال هاد الفلوس الخياليه. فبالفعل ربما انه قال لا اوكي حتى هاد القضيه مزيانه وانا ما غاديش يعني الناس غادي يثقوا فيا وما غتبانش عليا حتى ادله. لكن في الاخر حتى كنشوف اخوتي هذاك الصحفي النزيه اللي الصراحه نشر هذا المنشور ودار الدليل ديال هذاك المحسن وفضحوا كما كنقولوا صوت وصوره، وبالدليل اللي كان هذاك المحسن اللي صيفط الوثائق كامله النيابه العامه. فهنا النيابه العامه تحركت وكذلك الفرقه الوطنيه حتى هي تحركت وبان كل شيء الدليل. ماشي حنا خوتي اللي كنقولوا، ماشي حنا، واش فهمتوا؟ وما تجيكمش غريبه، ما تجيكمش غريبه هادشي اللي كنقولوا على الدكتور تازي. يقدر اخوتي الشيطان اللي هي الزوجه ديالو هي اللي عمرات لي كما كنقولوا مخو دير هادي دير هادي دير هادي. فكاينين كاينين راه علاش كيقول لك الله يعطينا شي مرا صالحه اللي كتخاف الله وهذا، وكاينين شي نوع ديال الله يسرنا ويسركم اللي ما كايناش القناعه ما كايناش. وتبارك الله دكتور كما كنعرفوا انه معروف، راه غير السميه ديالو غير الوقفه ديالو كما ذكر السيد في الفيديو كيقول لك راه غير الوقفه ديالو ما تقدرش توقف فيه كتخاف منه بهذيك الهيبه اللي عنده. وناض مسكين هذا السيد اللي غادي نتكلم عليه، غادي نحط لكم دابا الصوره ديالو وتشوفوه اللي صراحه ألمني وبقى فيا الحال بزاف عاد على الزوجه ديالو. قال لك لانها دارت واحد العمليه باش غير تنقص الكرش ديالها زايده في الوزن، وكذلك حتى الصدر طلب ليه 17 مليون ديال العمليه، 17 مليون ديال العمليه باش غديرها
وصافي والسيده غتولي بخير وعلى خير كما كيقول حتى هو فمو الدكتور تازي بان العمليه ديالي راه دائما ناجحه. وكنشوفوا حنا الفيديوهات اللي كينشر، لان الصراحه تصدمنا بزاف ديال الناس كيكونوا في واحد الحاله وكيولي مزيان، فهنا كنقولوا شكرا جزيلا. لكن في الاخر هذا السيد كيفاش كيحكي، قال لك الوقيته اللي دخلات مرته للعمليه يعني نهار الاول نهار الثاني نهار الثاني اخوتي مول الامانه ادى امانته. والغريب في الامر السيده راه ميته مشات عند الله، وكيقولوا لي حكا خصك تجيب لها واحد البراوات اللي كيديروا 3 مليون باش مراتك ترجع للوعي ديالها. ناض هو مشى قال لك شريت هذوك البراوات غتمشي لافارماسي كذا وكذا، مشات قداهم عطاهم لهم. السيده راه ميته وديري لها كما كنقولوا تنفس اصطناعي، وهو قال لك سبحان الله العظيم حس بها بانها ميته، حس بها قال لك مراتي راه انها ميته. وفي الاخير لغد ليه ناض هاد الدكتور تازي، قالك جاب الاصدقاء ديالو اللي حتى هما في هاد المهنه ديال التجميل، وقال لك طالق القران. السيد قال لك فاش عيطوا لي قال لي اجي راه ضروري حنا بغيناك. ناض الدكتور كيتكلم معاه قال لي شوف بركه في راسك، اشنو ياك لاباس مراتك راهي توفات ما يمكنش، قال لي هي حاجه وحده غادي نديرو لها واحد العمليه صغيره بالعاني. السيده راه ميتاش معانا موت، وربما يقدر يكون عندها واحد العرق كما كنقولوا هذاك المخيخ، الا درنا ليه واحد يكون بوشي وراه تقدر تحيا. هذه راه لا يعقل، هذا اللي قال لي فهمت السطا. المهم ضحكوا عليه خربقوه لي خربقوا لي دماغو، كيدخلوا ويخرجوا في الهضره. صافي السيد قال لك انا تصدمت اشنو داروا لي. قال لي واحد السيد اللي مع الدكتور تازي قال لي غتمشي معايا السياره ديالي، غنمشي حتى المقاطعه غادي نمشي نجيب شي وثائق ونعاودو نرجعو. قال لي هو واخا مشى معاه قال لك في السياره ما كاين لا مقاطعه لا والو، قال لك بقى كيدور بيا يدور. قال لي صافي دابا راه وصلت العشيه وانت الله يصبرك، وحاول ان لو بغيتي مراتك ندفنوها هنايا. هذا الدكتور حتى هو قالها لي الا بغيتي مراتك ندفنوها هنايا في الروضه ديال الرحمه ولا مع المهم بحال هاد التسميه في كازا. قال لي ما يمكنش انا جاي من سلا، واش هاد السيده ما عندهاش العائله ديالها؟ المهم خربقوا القضيه، رهنوا القضيه. المهم قال لك انا هزيت مراتي وديتها دفنتها في سلا. فهو قال لك قبل لا يدفنها في سلا كان كيطلب انه باش يدير لها التشريح الطبي باش يعرف ما هو السبب باش ماتت هاد المراه. باش ماتت ياك ما تقولهاش يبرا وخداو هذيك 17 مليون اشنو؟ بغيت نعرف انا مراتي والو ما بغاوش. قال لك طلعت وهبطت ونزلت ما خليت ما درت حتى واحد ما عطاني كما كنقولوا خيط من المخيط. هادشي اخوتي راه اش نقول لكم، اش نقول لكم، راه ما بقى ما يعجب ما بقى ما يفرح. الانسان ما بقاش خوف ديال الله. وبغيت نوصل واحد الرساله لجميع الناس، اختي زيد انت في الوزن عاب قايدين الريجيم في دارك، وهذاك الشيء اللي عطاك الله هو اللي غادي تصبري عليه. ما كاين لا تجميل لا والو، راه منهم عدد ديال الناس اللي ماتوا كما كيحكي هذا السيد. قال لك منهم عدد اللي كنتلاقى بهم وكيتصلوا بيا حد الان، قال لك وكيقولوا ليه ما عينا ما نجري وما درنا والو. حتى هو قال لهم انا رعيت ما نجري، ولكن هذا السيد هذا كما كنقولوا راه هو فوق القانون. واش فهمتوني اخوتي؟ هذا هو السبب اللي الناس ما قدروش، ماشي ما قدروش يخرجوا ولا يديروا الشكايات، راه داروها ولكن شكون اللي غادي يسمعوا؟ حتى حد ما غيتصنت ليهم. واش فهمتوني اخوتي؟ ما خصناش نضحكوا على روسنا صراحه. شي حاجه اللي كتالم، شي حاجه اللي كدر في الخاطر، ولا حول ولا قوه الا بالله. اخوتي تقبلوا هذا الشيء، راه حتى حنا تصدمنا في الاول، ماشي هي نتوما، راه حنا تصدمنا وجاتنا في شكل وقلنا لا 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 هذا راه لا يعقل. لكن هذه هي الحقيقه، هذا الشيء اللي كاين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مع السلامه.